السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب السنة الثالثة علاج طبيعي في اللي هو المساق بتاعنا الرابع والأخير في هذا الشابتر. بنتكلم على السيربيلم وبنتكلم على البيزل جانجليا. لسه لا زال بدينا نتكلم على السيربيلم، والسيربيلم من إحدى الوظائف اللي إحنا ذكرناها سابقاً، انه السيربيلم له دور في عملية التعلم، وخصوصا التعلم الحركي. تمام، فالتعلم الحركي يعني هناك عدة أمثلة في طريقة اللي هي التعلم. يعني احنا أجسامنا دائما بيصير لها نوع من اللي هي الضبط adjustment، لكن مين اللي بيقوم بعملية اللي هي adjustment، هذه عملية الضبط اللي هي السيربيلم، وهو اللي بيعلمنا ايضا اللي هي الموفمنت الحركات، لانه هو بيعمل على عمليه ضبط adjustment، عمليه ضبط اللي هو الموفمنت، سواء من ضبط اللي هي حركات العين، اذا احنا يعني بنطلع يمين او شمال، او بنلبس نظاره، او بصير مثلا خلل في اللي هي التوازن بتاعنا، او التوازن الحركي، او الحركه مش مظبوطه. ف السيربيلم هو اللي عمال بيظبطنا كل امور حياتنا الحركيه. في حياتنا احنا بنتحرك، لكن اللي بيظبط الحركات اللي هو السيربيلم، اللي بنعمل بنتعلم حاجه جديده، مهاره جديده اللي بيقوم بها برضه السيربيلم. يعني انا بدي اتعلم سواقة سيارة، بدي اتعلم مهنة في العلاج الطبيعي، بلاقي اللي هو السيربيلم هو اللي بيعمل على الكلام هذا كله، او هو اللي بيساعدنا على الكلام هذا كله. في هناك امثلة عديدة، من ضمن هذه الامثلة اللي هي الفيستيبولو اوكولار ريفلكس، اللي هو انعكاس اللي هو العين الدهليزي، يعني بيتحكم او بيعلمنا اللي هو الحركة او ضبط حركة اللي هي العين. بمعنى ايه؟ يعني انا لو مثلا بدور اللي هو راسي بهذه الطريقة مثلا بهذا الشكل، بضله اللي هو الفيستيبولو اوكولار ريفلكس هنا، هو ايش اللي بصير؟ انه وانا بدور راسي في اتجاه مثلا الحيطة، او في اتجاه مثلا الباب بالشكل هذا، لا يزال وانا بتطلع، انا هيك بتطلع مثلا عليكم، تمام، لكن انا بدي اطلع على الباب مثلا هيك، او بدي اطلع على الحيط بهذا الشكل. السيربيلم هو اللي دائما بيخلي اللي هي الصورة اللي قدامي مباشرة، انا حاليا مثلا شايفكم، لكن لما انا بلف براسي هيك على الحيطة، او بلف براسي على الباب، بلاقي اللي هو حركة العين لا تزال بالصورة اللي ساقطة على الشبكية الريتنا بتاعتي، لا تزال موجودة تماما، وبتلف في الاتجاه العكسي. يعني بتطلع على الباب بالشكل هذا، تمام، وهي لا يزال اللي هي ان انا شايفكم قدامي بالشكل هذا، وانا بلف راسي وين؟ على اللي هو الباب. ليه؟ لانه لا تزال اللي هي الصوره بتاعتكم قدامي، انا شايفها لا تزال على الشبكه. مين اللي بيقوم بالكلام هذا؟ اللي هو الفيستيبولو اوكولار ريفلكس. الفيستيبولو اوكولار ريفلكس هذا عباره عن خلايا عصبيه، نيرونز. النيورونز هذه مع العمر، مع تقدم السن، مع الوقت، بنلاقي بصير لها اللي هي هذه الخلايا قد يجوز انها ما تعملش كويس، قد يجوز انه هذه الخلايا تموت. طيب لما تموت هذه الخلايا، يبقى انا لما بدير راسي على الباب هيك مثلا، او على الحيطه الناحيه الثانيه، يبقى ايه الصوره بتاعتكم قدامي هيك، تروح مش حتير يعني مش حتيجي على اللي هي الريتنا بتاعتي، وبالتالي انا مش هشوفها كويس. طب مين اللي بيقوم بعمليه اللي هي الضبط، يعني الجين انها ترجع مره ثانيه، الاماج يحصلها ري ادجستمنت، اعاده ضبط؟ مين اللي بيقوم بهذا الموضوع؟ اللي هو السيربيلم، هو اللي بيعمل ري ادجست هذه الصوره. طب
طبعا كيف بصير الكلام هذا؟ حنشوف الميكانيزم اللي بصير بيها. اذا هنا هوت بعد اذنكم، هنا السيريبيلم رول، دور اللي هي السيريبيلم ان موتور ليرنينج، في عمليه اللي هي التعلم. المثال الاول عندنا adjustment of vestibular ocular reflex، ضبط اللي هو الفيستيبولو اوكرال ريفلكس، اللي هو الانعكاس الدهليز العيني. هنا هو لما احنا بنلفت راسنا the vestibular ocular reflex rotate the eye by equal amount in the opposite direction and thus keep، وبالتالي بتحافظ الصورة still on the، لا تزال على الريتنا. You can imagine that، انه تتخيل انه مع الحياة life goes، انه some neurons involved in this reflex may die، ممكن تموت او تسيء اللي هي الوظيفة بتاعتها. This would lower، وهذا طبعا بي 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 بيقلل من اللي هي vestibular ocular reflex. لذلك بيحصل شيء، او احنا في حاجة انه اللي هو يحصل ري ادجستمنت ذا جين، يعني اعادة ضبط ما هو يعني مكسب او موجود of the vestibular ocular reflex. كيف الكلام هذا؟ عندنا مين اللي بيظبط what adjust the vestibular ocular reflex اللي بيظبطها، اللي هي عبارة عن combination of two pathways. اللي بيظبط اللي هو الـ vestibular ocular reflex عبارة عن ايه؟ combination of two pathways. احنا سابقا اتكلمنا على اللي هي الـ pathways الموجودة، او الـ basic circuits طبعا in general الموجودة، اللي هي direct pathway and indirect pathway. direct pathway زي ما احنا شايفين، direct pathway اللي هو through the vestibular ocular reflex اهي directly to the eye muscle، للموتور، من اللي هي vestibular ocular reflex للاي muscle، هذا اللي هي ايه ال first pathway اللي هي direct. ال indirect هيقبل اللي هو عن طريق اللي هو through the parallel fiber اهي، and اللي هي البيركنج سيلز هذه هي، وهذه اللي هي الطريق هذا زي ما قلنا احنا سابقا provide ongoing correction، يعني اللي هي بتزود ب اللي هي التصحيح اللي هي مستمر. اذا اللي هو التو باثويز هذول دايركت والاندايركت باثوي، اي الدايركت هذا هيك من اللي هي الفيستيبولار اوكولار فيستيبولار نيكولاي للاي للعين، والاندايركت اللي هو عن طريق اللي هي البارل فايبر هذا، ثم اللي هي البيركنج سيلز. هنا هو بتتم عملية اللي هي التصليح اللي هي المستمر. شو بيحصل هنا هو؟ كيف بيعلم؟ What teaches the cerebellum؟ شو بيعلم السيربيلم؟ هلا لما ال vestibular ocular reflex هنا هوت، الريفلكس بتاع العين هنا هوت not working، ما يشتغلش كويس. يعني ايه ما يشتغلش كويس؟ ما يشتغلش كويس انه العين هنا هوت not rotating enough، ما بتلفش العين لما بندور راسنا على الباب يمين او شمال، ما بتلفش العين كويس. لذلك في هذه اللحظة هنا هوت الصورة لما تقع على العين هنا هوت، هيجي هنا هوت اللي هي سقطة أو سقوط من الصورة اللي هي العين بتحس بها وبتبعث لحظتها لمين؟ لا اللي هي السيربيلم، سنت تو ذا سيربيلم، تمام؟ لكن سنت تو ذا سيربيلم عن طريق مين؟ عن طريق اللي هي الانفيرور، هذه الانفيرور لايف كلامبينج فايبر، يعني الصوره هنا هو تعال العين، يعني سقطه من الصوره هنا هو تيجي لتصل السيريبيلم لورا، لكن هنا هو عن طريق اللي هي انفيرور لايف، هذه عباره عن نيكولاي اسمها انفيرور لايف، يعني لو ترجمناها بالعربي اللي هي الزيتونة السفلى inferior alive clumping fiber، هذه هي اللي لاحظتها هتعمل لي حاجة اسمها اللي هي input clumping fiber input. دايما اللي هي clumping fiber دايما ايه بصورة نص مستمرة دايما بتغير اللي هي السينابس اللي هنا هوت. السينابس هذه
دايما بتغيرها مع البيركنج فايبر اللي هي اكتيفيت اللي هي البارل فايبر. مره ثانيه هنا اهوت لما تسقط الصوره عشان تصل السيربيلم، الصوره اللي ساقطه هنا اهوت هترجع للسيربيلم عن طريق مين؟ اللي هي الانفيريو لايف كلامبينج فايبر انبوت. هذه دائما باستمرار الكلامبينج فايبر دائما بتغير من السينابس بتاعتها، التر ذا سينابس يعني بالصوره شبه مستمره، بتغير اللي هي الاحتكاك الكونتاكت مع اللي هي الكلامبينج البيركنز فايبر، وطبعا هذه بتاكتيفيت مين؟ اللي هي البارلل فايبر. تمام. هلا طبعا الصوره لازم تصل في الاخر لمين؟ للسيربيلم. طيب هلا التغيير المستمر لا او شبه مستمر لا اللي هي السينابس اللي بتعملها الكلامبينج فايبر بتصلح الوضع. وين ذا فيستيبل اوكولار ريفلكس از ريستورد، لما بيرجع اللي هي الفيستيبل اوكولار ريفلكس هنا اهوت بدور وبيصير كويس وبيرجع للنورمال، ريستور تو نورمال يعني نو سليب، ما في اللي سقوط للصوره اون ذا ريتنا. ذا كلامبينج فايبر هذه عيارها رجعت، شو بيصير فيها؟ خلاص بتبطل تعمل ايه اللي هي ري ادجستمنت او التر لي اللي هي السينابس، بتقف. اذا الكلامبينج فايبر اكتيفيتي بتلاقيها بتقف. لذلك اللي هي الكلامبينج فايبر بتقول وبتحكي لمين؟ تدي اوامر لمين؟ انستراكت ذا اكشن اوف ذا بارلل فايبر هنا اهوت تو ستوب او تغير. هذه في حد ذاتها العمليه بنسميها اللي هي موتور ليرنينج اور ادابتيشن. يعني بمعنى اخر لما هنا اهوت في اللي هي الفيتيبولو اوكلر ريفلكس الانعكاس هذا بصير له دامج للنيورونز بتاعته اللي هي الروتيتنج اوف ذا هيد هنا اهوت بتكونش مظبوطه 100%. لذلك الصوره اللي بتنزل هنا اهوت تيجي تصل السيربيلم هنا اهوت بس عن طريق اللي هي انفيريو لايف كلامبينج فايبر اللي هي دايما بتغير من السينابس بتاعتها على وطبعا بالتالي بتخبر او انستراكت اللي هي الاكشن اوف ذا بارل فايبر. يعني بصير عمليه اللي هي التعلم موتور ليرنينج بصير ادابتيشن، ولما ترجع اللي هي الفيستيبولو اوكلر ريفلكس بترجع للنورمال هنا اهوت ما فيش نو سليب اون ذا ريتنا، وبالتالي الكلامبينج فايبر هنا بتقف، وبالتالي الكلامبينج فايبر هي بتدي معلومات او بتدي معلومات توجيهات انستراكت الاكشن اوف ذا بارلل فايبر. لذلك في هذه اللحظه بيحصل اللي هي عمليه التعلم وعاده اللي هي السينابس وعاده او ما يسمى اللي هي التكيف الادابتيشن. شكرا لكم سنه ثالثه. شكرا لكم سنه ثالثه، وان شاء الله نكون هيك تعلمنا ايش اللي هو الرول اوف ذا سيربيلم ان موتور ليرنينج. طبعا احنا هنذكر كمان حاليا امثله توضح هذا الكلام اللي هي موجوده في الحياه العاديه، ولكن هذا المثال فور ذا فيستيبل اوكولار ريفلكس هو عباره عن مثال او المثال الاول في اللي هي عمليه التعلم اللي هو السيربيلم دور في عمليه اللي هي الموتور ليرنينج. شكرا لكم سنه ثالثه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد سلطان.